السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. دلوقتي هنتكلم على نيوزلاند بيم هاند بوك، وتلاقي هنا بيقول لك بيم بيتر بيلدينج بروسيس بيلدينج بيتر بيرفورمانس. بيقول لك اجايد تو انيبل بيم اون بيلدينج بروسيس، ازاي نتبنى البيم ونعتمد عليها. نلاحظ هنا ان هو بيتكلم ان البيم مصادر من الكمبيوتر انتجريتد كونستراكشن اللي هو سي اي سي ريسيرش بروجرام، البيلدينج سمارت، البيفور، كل دي حاجات اساسيه شاركت في وضع الكود. فهو معتمد بجزء منه على الكود الفيرتوال. طيب هنا بيقول لك المحتويات ودي الملحقات، ان شاء الله كل واحد من الملحقات دي هنتكلم عنه بالتفصيل. هنا بيتكلم ما هو البيم، ندوس هنا. هو بيقول لك تمثيل لكل العناصر اللي موجوده في المبنى، كل عنصر فيهم يكون موجود عندي، بحيث ان انا لما اعمل عليه سيلكت في الكمبيوتر يجيب لي كل المعلومات اللي انا محتاجها، اللي انا هحتاجها طول حياه المشروع عشان اعرف اديره. فانا عندي مراحل للمشروع لازم كلها تكون موجود فيها، تمام، من اول استبلش التصميم، البناء، الاداره، الريوز، ولازم يكون في عندي عناصر رئيسيه لموضوع البيم. في بعض الناس بتشيل البيول، بيقول لك كده اصلا مش هتعمل شغل من غير البيول. الناس تكون تدرب كويس، البوليسي، التكنولوجي، البروسيس. طيب بيقول لك ان اهم مرحله عندي هي مرحله الاوبريشنز، ناس كتير بتهملها. فمرحله الديزاين لو بتوفر 1%، الكونستراكشن 0%، الاوبريشنز 87%. فمهم جدا ان احنا نهتم بموضوع اداره المبنى بعد ما يخلص. هو بيقول لك الفوائد بتاعه البيم في كوردينيشن، بتبقى عارف المشاكل فين، هتتاكد ان انت تبعت الشغل بدون اي مشاكل خالص، العناصر مرتبطه ببعض، الاقسام مرتبطه ببعض، كلهم شايفين بعض، ممكن يبقى عندي موديل في كل الشغل كله، التواصل، بتعرف تدي المعلومه لمين او اي حد موجود معك في المشروع يقدر يدخل وياخد المعلومات اللي هو محتاجها، داتا مانجمنت، تقدر تدير المواد بتاعتك، تقدر تعمل سيموليشن، تقدر تعمل حصر، تقدر تشوف لو حصل مثلا حريقه تعمل ايه، محاكاه للصوت، محاكاه للحراره، محاكاه للاناره، الانتاجيه، تقدر تحسن الانتاجيه ديت، تخلي الامور اسهل واسرع. يعني بقى عندنا خلاص التطور في ناحيتين. هنا بيتكلم بيم في نيوزيلندا الجلوبال بيم، ان هو بدأ معتمد موجود الكود اللي هو بي اس 1092. يعني دلوقتي بقى في ايزو 1650، هنشرحه ان شاء الله على قناه بيم عربية، ممكن النهارده او بكره باذن الله. بيقول لك احنا نقسم البيم لاربع ليفل. ليفل 1 ان مانجد كات، ما فيش تنظيم، دول شغالين كات، كل حاجه 2D، مش شغالين بكود، مفيش نظام، وهكذا. طيب ليفل 1 بدأنا ننظم الشغل بتاع كاد سواء 2D او 3D. وبعد كده ليفل 2 كلنا شغالين في بقى واحده بس، المعماري والانشائي مرتبطين ببعض. خلاص ليفل 3 بقى اللي احنا محدش وصل لها لغايه دلوقتي، في تكامل كامل بين كل الاقسام، المفروض نوقعهم على 2020، بس زي ما قلت بسنتين او تلاته ان هو لسه قدامه شويه. فبيتكلم على بعض التعريفات الاستخدامات بتاعت البيم. بيقول لك روح للملحق دوت، هناخده بالتفصيل ان شاء الله. تمام، هذا هو الموديل اللي هيبقى مجمع في كل المعلومات، كل الاقسام تقدر تدخل وتشوفه وتقدر تاخد المعلومات اللي هي عايزاها. وفي زي تقدر تقول هجمه مرتده، بتاخد المعلومات اللي انت عايزها وتدي المعلومات اللي انت عايز تضيفها وهكذا. بيم بريف برضه ليها ملحق اللي هو ابندكس اكس بي. هنا بيقول لك اهم الوظائف الموجوده، بيم مانجر ده الشخص اللي هو بيدير المشروع وهو اللي بيعمل بيم بلان،
وعند البيم كوردينيتور اللي بينسق بين الاقسام, وفي بيم سبيشاليست اللي هو بيبقى مسؤول ان هو يعمل الموديل. وبيقول لك هنا المشروع هو بيبتدي تمام, كل مرحله من المراحل بنهتم في جزء معين في البيم, وبيبقى مثلا اهميه مثلا بيم اكشن بلان بنحدد فيها كل مرحله من المراحل ايه اللي هيسلم وايه اللي هيتعمل. وفي الاخر خالص لما خلص بقولنا بنبتدي مع البيدي موديل للمالك, بيبقى اسمه اي اي ام او اسيت انفورميشن موديل, بيتقسم لثلاث اقسام: نون جرافيكال داتا والدوكيومنتيشن والجرافيكال موديل. بيقول لك احنا بنبتدي من هنا. بنبتدي من هنا يعني ايه؟ يعني في اول مشروع بنقعد مع الراجل ونقول له احنا هنعمل لك الموديل بالشكل الفلاني, او ممكن من هنا ان احنا كله اتعمل والراجل بيقول لك طب انا عايز الموديل عشان موضوع الاوبريشن. طبعا تقريبا تكلفة ديت هي نفس تكلفة ديت, فالافضل ان انا ابدا من بداية المشروع هكون الاستفادة طول حياة المشروع مش من اول هنا. طبعا انت لو بديت هنا برضه بتاخد قيم كبيرة جدا واستفادات كبيرة جدا طول حياة المشروع اللي اتبنى, انما هنا بتاخده من قبل ما تبني فتستفاد اثناء عملية البناء. طيب بيقول لك لو احنا عايزين نبدا نشتغل فلازم نحدد البروجكت انفورميشن, المشروع ده اسمه ايه, موجود فين, وهكذا. البروجكت كونتاكت كل اطراف المشروع ازاي نتواصل معاهم, الهدف من البيم ايه هو, هل توفير التكلفه, هل التركيز على الوقت, هل التركيز ان احنا نعمل حاجه استدامه. وبعد كده بيم ايفالويشن بنحدد بقى فيها الرولز والريسبونسابيلتي والستاندرد وكل الحاجات دي. كل ما تكون الحاجات واضحه كل ما يكون الموضوع اسهل. يعني في مشروع اللي بص ان الموديل كله اتعمل بس عندنا مشكله, كل ما نبعته للجهه الحكوميه المفروض تستلم الموديل بترفضه. ليه؟ ما هو الجهه ديت اللي هي قالت لهم اعملوا الموديل ما فيش اتفاق على حاجه, ما فيش في العقد غير يعمل لي بيم, مش مفهوم ليفل كام, مش مفهوم حاجه خالص. فكل ما اعمله لا ده انا متوقع درجه بالتفصيل اكتر من كده تمام. فلا لازم من الاول احنا متفقين ان انا هعمل لك كذا كذا كذا, هسلمك كذا, الحاجه الفلانيه مش هسلمها لك, وهكذا. يعني انا بكتب مثلا عقد في الشغل وكده بقول له انا مثلا الجزئيتين دول انا لحد اخر المشروع هسلمهم لك اللي ودي 100 تمام, يعني هسلمك كل حاجه اللي دول 400, بعض الحاجات دي هسلمك اللي ودي 100 اقدر اعملها بس هتاخد فلوس كتير صح. يعني انا عارف انها هتبقى مرهقه ومش هتفيد في الاوبريشن فبلاش تمام. طيب هنا بيتكلم معايا على الكومن داتا انفايرمنت, وده شرح بالتفصيل في قناه بيم اريبيا تقدر ترجع لها. عموما بيتكلم ان انا بقسم الشغل بتاعي لورك ان بروجريس وشير وببلش واركايف, دي عباره عن فولدرات بحط الشغل بتاعي هنا بس. هنا المعماري ما اشوفش الشغل الانشائي ولا اشوف شغل الام اي بي, انما اشوف الشغل الموجود على الشيرت. وانا لما اخلص شغل اروح حاطط الشغل بتاع الشيرت وابدا اربط اللينك بتاعتي مع الحاجات اللي موجوده على الشيرت. ببلش لما اخلص شغل بروح حاطه على الببلش, ده اللي هيتبعت لي المالك ويتبعت لي الاقسام الاخرى. اركايف كل فتره بخزن او باخد نسخه احتياطي او نسخه عشان افتكر ايه اللي كان موجود في الشغل زمان. في مصطلح اسمه MEA, MEA Model Element Storing, ده عبارة عن ايه؟ عبارة ان انا عايز اعرف مين اللي عمل الموديل, فكل عنصر من العناصر بروح كاتب جنبيها اللي ودي كام وال MEA او المسؤول عن الموديل او اللي عمل الموديل مين تمام. ده بيفيدني على اساس لما تحصل مشكلة اعرف اروح اشد شعر مين, اقعد مين, اتخانق مع مين, او اقول لواحد تعدل شغلك عشان الحاجة دي تمام. ده حاجات بقى خاصة بالفاسيلتي مانجمنت والاسيت مانجمنت, بينظم ايه الحاجات اللي الراجل عايزها. ممكن الفاسيلتي مانجمنت او الفاسيلتي مانجر يقول لك انا عايز كل المعلومات الخاصة بالاشجار. ليه؟ احنا عندنا نظام راي ذكي فعايزين يبقى كل المعلومات متخزنة فيها. ممكن يقول لك انا مش محتاج معلومات خاصة بالحوائط, بالاعمدة, بالكاميرات, كل الحاجات دي مثلا ما عنديش نظام خاص بيها, انا اهم حاجه عندي الميكانيكال اكويبمنت والالكتريكال اكويبمنت. موديلنج اند دوكيومنتيشن براكتس
نتكلم على الدوكيومنتيشن. فأهم حاجة بالنسبة لنا الموديل لوكيشن هو موجود فين والتجربة فين وطريقة التسمية ولما نيجي نسلم حاجة ال او دي. شرحنا موضوع ال او دي دي في كذا فيديو على قناة بيم عربية لدرجة التفاصيل, بحيث ان انا كل مرة بقول له انا عملت الموديل بالشكل دوت اديني ابروفل عشان اخش لمرحلة تفصيل اكتر. بعد كده دي مخرجات بتاعة البيم, بيم ريفرجورت. هنسلمك الشغل, بس انا ممكن اقول لك هديك ريفيت هديك كات. الريفيت ده مثلا مش هديهولك, ده حقي انا مثلا عايز ادفع فلوس ثانيه وهكذا. تمام. الانيبل بتاع الفاسيلتي مانجمنت في البيم, فبيقول لك ان انت لازم تعمل ملف قوي وتنظم الشغل بتاعك تكون كل المعلومات, بحيث ان البرامج دي تقدر تفهم المعلومات ديت وتعتمد عليها. هو يقول لك بس براكتس. هنا بقى بدأ يدخل في المختصرات, ايه هو الفور دي وايه هو الفايف دي, الاست مانجمنت. طبعا كل الحاجات دي اتكلمنا عنها بالتفصيل, وفي قاموس للموضوع دوت هسيبه اسفل الفيديو اللي عايزه.